يا رب ارحم. إن ظهر عدنا وعن سري شعبك هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا بقولنا جميعا يا أبانا الذي في السماوات وكما في السماء كذلك على الأرض تنزل الأرض أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لذنوبنا ولا تدخلنا في الغلبة لكن نجنا من الشرير ربنا فانا لك الملك والقدر المسيح اتولد على الأرض في بيت لحم وهيرودس الملك كان خايف على العرش بتاعه فأمر بقتل كل الأطفال اللي أقل من سنتين الملاك ظهر ليوسف النجار وقال لهم يهربوا على مصر مصر كانت ملاذ آمن مصر كانت الملاذ الآمن للعائلة المقدسة هم عدوا الأول من فلسطين دخلوا على العريش وبعد كده كملوا على الفرمة ده أول مكان هم باتوا فيه ليلة واحدة في المغارة كذا مؤرخ تاريخي يعني على مدار العصور من كذا جنسية عدوا على المكان وشافوا الآثار اللي فيه وقالوا إن كان فيه كنائس وكان فيه أديورة وكان فيه دير العذراء مريم اللي فيه أكثر من 5000 راهب تحت قيادة الأنبا إيسوزوروس في سنة 380 ميلادية ودلوقتي لو أي حد عدى على المنطقة هناك هيلاقي آثار سياحية موجودة كتيرة منها مثلا الحمام الجنوبي والكنيسة الكنيسة الدائرية دي هي على شكل دايرة كانت واحدة من 5 كنائس في العالم في القرن الرابع والخامس الميلادي بالقرب منها كان في قصر روماني وقدام القصر الروماني ده كان في مسرح روماني وجنب المسرح الروماني كان في دير العذراء مريم اللي كان فيه 5000 راهب وطبعا اهم حاجه في المكان ده كله هو المغاره اللي فيها العائله المقدسه ليها
وتاني يوم كملوا المسار بتاعهم على تل بسطة. شكرا سيدنا. وده في المنطقة ومكان الزيارة اللي حصلت والمكان اللي قعدت فيه العائلة المقدسة في كنيسة بات باسم العذراء لغاية يومنا هذا موجود، ودي صورة ليها زي ما حضرتك شايف. وفي كنيستين تانيين، واحدة باسم الملاك ميخائيل وواحدة باسم الأنبا أنطونيوس، موجودين برضو في نفس المكان. اتجهوا بعد كده بعد ما عدوا النيل نزلوا ناحية الجنوب لمسترد، وقعدوا في مسترد هناك في مكان جنب في زي بير يشربوا فيه ميه. بيحكى انه في عند البير دوت العذراء جابت شربت المسيح وغسلت هدومه، عشان كده معروف في المنطقه دي اسمها كنيسه المحمه، جايه من حمام علشان خاطر حصلت فيه الغسيل الموضوع ده. ولغايه دلوقتي كنيسه موجوده، وهي كنيسه اثريه فيها هنا هياكل اثريه من وقت الزياره ومن بعد الزياره، وفي كمان هنا حامل ايقونات اثري بيبقى موجود في مكان لغايه دلوقتي. ده منظر البير ومنظر المغاره اللي قعدوا فيها في منطقه مسترد. اتحركوا بعد كده ناحيه بلبيس، وبلبيس دي كنيسه موجوده دلوقتي وبتحمل اسم برضو القديس العذراء والقديس ابانوب، ودي الكنيسه موجوده. اتجهوا بعد كده ناحية الشمال، عدوا من تل بسطة مرة تانية، ومنها طلعوا على سمنود. وفي سمنود في لغاية دلوقتي كنيسة موجودة بتحمل اسم العذراء دوت. جرن استخدمته العذراء للعجن علشان خاطر تقدر تخبز بعد كده خبز ياكلوا منه، وموجود لغاية دلوقتي من الجرانيت في الكنيسة هناك. ده البير اللي برضو شربوا منه في وقت الزيارة. واخيرا راحوا في سخة، ودي آخر مرحلة في الدلتا، وكنيسة موجودة لغاية دلوقتي إلى يومنا وفيها هيكل أثري. فيها هيكل أثري، وأهم قطعة موجودة هناك هي دي الحجر اللي انطوى عليها قدم السيد المسيح الطفل، ومحفوظ لغاية دلوقتي إلى يومنا في الجنة هناك. شكرا وتسلم. كبيرة جدا عند الفراعنة لاستخراج الملح، ففي معجزة حصلت ولسه موجودة لحد دلوقتي في بحيرة نبع الحمراء، ان العائلة المقدسة كانت هناك وكانوا عطشانين، والبحيرة دي من تاني املح بحيرة بعد البحر الميت، فحصل معجزة انه السيد المسيح في نبع مية عذب طلع من وسط البحيرة المالحة، والنبع ده موجود لحد اليوم لحد النهاردة. يا سيدنا المحطة اللي بعديها، انه يقال انه السيد المسيح بص على وادي نطرون وتنبأ انه هيبقى فيه رهبنة وهيبقى فيه أديرة كتير، وبالفعل في القرن ال14 كان فيه حوالي 11 دير، بقى منهم 4 لحد دلوقتي. الأنبا أنطونيوس هو مؤسس الرهبنة المسيحية في العالم كله. الأربع أديرة منها دير القديس مكاريوس الكبير، دير القديسة العذراء السوريان، دير السيدة العذراء البراموس، دير الأنبا بشوي. دول الأربعة المتبقيين حاليا في وادي نطرون. ودي صورة للرهبان القدام من دير البراموس، وصورة للرهبانة الحديثة، وبالفعل الرهبانة لسه لحد دلوقتي مستمرة، ويوجد طلاب رهبان، وبعد ما بيعدوا فترة الاختبار بيترسموا رهبان بعد كده. والعائلة المقدسة باركوا أرض وادي نطرون، هي مليانة قديرة لحد دلوقتي.
استكمالا مسار العائله المقدسه، هم عدوا النيل من وادي النطرون ووصلوا لحد المطريه، واستراحوا هناك عند شجره عرفت تاريخيا باسم شجره مريم. ومن الحاجات المعجزات كمان اللي حصلت هناك واللي نقدر نشوفها هنا في الصوره هو بئر العائله المقدسه اللي انبع مياه. من المعروف كمان في المنطقه دي كمان ان لما امبراطوره ايجوني بتزور قناه السويس في الافتتاح بتاعها في سنه 1899، هي خدت البركه من الشجره وجت زارت شجره مريم. وهنا ممكن نقدر نشوف بعض الرسومات للافتتاح. ومن الحاجات المميزه كمان اللي موجوده في المطريه هي كنيسه العائله المقدسه الكاثوليك اللي فيها 6 جداريات مميزين جدا بيعرضوا مسار العائله المقدسه في اماكن مختلفه في مصر. استكمالا للرحله بعد كده انتقلت العائله المقدسه من المطريه الى مكان اسمه مصر القديمه. ومن الحاجات المميزة جداً في مصر القديمة هي كنيسة أبو سرجة اللي تم بنائها من قبل أثناسيوس أحد أعمدة الدولة الأموية، وكمان كان معمولة نسبة إلى الشهيد سيرجيوس وباخوس. الكنيسة مميزة جداً بطراز ونمط بازيليكي معمول في الكنيسة فوق وكمان في المغارة اللي تحت. وده هنا صورة للبئر المقدس اللي العائلة المقدسة شربت منه. وتاني محطة بعد كده بعد الأولد كايرو هي المعادي، وهي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. وعلى ضفاف النيل تم بناء كنيسة العذراء المعادي، وتم بنائها عشان تحيي مسار العائلة المقدسة. وكل اللي بيجي يزور الكنيسة بيحس جو من الروحانية، أكيد حاسينه دلوقتي وإحنا موجودين. ومن الحاجات المميزة في الكنيسة تم ذكر الكنيسة من قبل الجبرتي وكمان مؤرخ بريطاني ألفريد باتلر وكمان علي باشا مبارك في كتابه الخطط التوفيقية. من المعجزات كمان اللي حصلت في المكان هو ظهور نسخة كبيرة من الكتاب المقدس على سطح المية، وبأدعوكم كلكم تشوفوها، هي معروضة في الكنيسة وكانت مفتوحة على سفر أشعياء، وخاصة الآية اللي بتقول مبارك شعبي مصر. تم اكتشاف كمان سرداب أثري في المكان، كان هو ملجأ للمسيحيين في عصر الاضطهاد، وكان في السرداب كمان مذبح بيتم عليه وإقامة الصلوات. نقدر هنا نشوف في الصورة المذبح. ميرسي حضرتك. مشوا في رحلة طويلة لغاية دير الجرنوس. منطقة دير الجرنوس فيها كنيسة أثرية من القرن السابع واتجددت في 1924. مؤرخين كتير زاروا المكان وكانوا بيقولوا إنه في بير مقدس أو يعني بيعمل معجزات العائلة المقدسة شربت منه، والبير ده في ناس كتير قوي حصل معاهم معجزات بسبب المياه بتاعته. في الكنيسة نقدر نشوف حامل الأيقونات الأثري من القرن السابع، وفي أيقونات أثرية كتير. بعد كده العائلة المقدسة انتقلت من دير الجرنوس إلى منطقة جبل الطير. المنطقة دي مؤرخين كتير
قالوا انه اتسمت منطقه جبل الطير علشان كان في طيور، نوع من الطيور مخصوص كان الافات منه عايشه في هذا المكان. منطقه جبل الطير حصل فيها معجزه مهمه جدا، لما العائله المقدسه كانت معديه بمركب في النيل كان في صخره تقع على المركبه اللي هم فيها، لكن المسيح سندها بايده فالكف بتاعه اتنقش على الصخره دي. في هذا المكان اتبنى الدير بتاع جبل الطير. كان الناس زمان بيطلعوا ببوكس خشب، وكانوا بيطلعوا في ناس مخصصة ان هي تشد الناس لفوق. بعد كده في القرن الستاشر عملوا سلالم مكونة من حجر، وكانوا الناس بتطلع تزور الدير. آخر مرحلة في الرحلة العائلة المقدسة هي كانت أسيوط، والرحلة العائلة المقدسة تحركوا من الأشمونين لديروت الشريف على بعد 28 كيلومتر. ديروت الشريف هي قرية صغيرة موجودة هناك، هم استقروا عند حد اسمه ديانوس، وده كان يهودي كان من النجارين أصحاب يوسف النجار. شفى ابن ديانوس من مرض اسمه إبيليبسي. بعد كده ديروت الشريف ذكرت في اسمها الفرنش كامبين، ذكروا او في وصف مصر قال عن ديروت الشريف ان هي مكان اثري جدا، في واحد من الاديره دير باسم الانبا سرابامون الشهيد والاسقف. الدير بتاع الانبا سرابامون بنى على مكان المدن حواليها. كمان اللي بيشتهر بعد كده العائلة المقدسة انتقلت الى المحل بعدها، المكان اللي بعده هي مير القصية. مير القصية موجودة على بعد برضو 28 كيلومتر من ديروت الشريف، وقعدت هناك. المكان هناك مشهور بكمية من الجريفز او المغائر. المغائر دي استقرت العائلات فيها، واخر مكان استقرت فيه العائله المقدسه هو دير المحره او جبل قصوم، ودي اطول فتره قضيتها العائله المقدسه، هي 185 يوم قعدتها هناك. واتذكر في المذبح اللي اتدشن بيه السيد المسيح نفسه، المذبح معمول من الماربل ومكتوب عليه باللغة اليونانية، مؤسس من القرن الثالث.
النصر دعوته ابني. والآن مع مقدم حفل اليوم الفنان الكبير ماجد الكدواني. مساء الخير، أهلا وسهلا بكل أصحاب القداسة والنيافة ومعالي الوزراء والسفراء والسيدات والسادة وضيوف حفل اليوم. النهاردة بيجمعنا تذكار عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر وتواجدهم فيها لمدة حوالي 4 سنين، كانت بركة عظيمة لبلدنا مصر، وكانت مصر ليهم الملجأ الآمن من البطش اللي كان بيلاحقهم في أرض فلسطين. مفيش بلد تانية لف فيها السيد المسيح والعائلة المقدسة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها زي أرض مصر، وبارك فيها أرضها وميتها. النهاردة بيرجع الاحتفال لمكانه المعتاد بدير وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، أحد نقاط البركة والأمان للعائلة المقدسة ونقطة الانطلاق من القاهرة للجيزة عن طريق نيل مصر العظيم اللي ربنا حبى بيه مصر وخلاه مصدر حياة وخير لكل أهلها. ولأننا النهاردة في هذا المكان المقدس في المعادي، فمن اللائق جداً أن أول كلمات احتفالنا النهاردة تكون من أول أسقف وراعي لإبرشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس نيافة الأنبا دانيال. تفضل نيافتك.
أحب أن أرحب بحضراتكم في هذه الليلة باسم صاحب القداسة والغبطة البابا الأنبا تودروس الثاني. وحقيقة يعني ليس هذا أول احتفال في هذه الكنيسة، وليس أول مرة قداسة البابا يحضر هذه الاحتفالات، لكنها منذ سنوات قريبة كان بتتكرر. لكن أحب أشكر بعض الشخصيات وبعض الهيئات التي ساهمت في هذا الحفل اليوم. أولاً أشكر قداسة البابا تودروس الثاني شكراً جزيلاً، لأنه من امبارح عمال بيهتم بهذه الحفلات. مساء أمس حضر حفل في مسرح الأنبرويس بالبطريركية، صباح اليوم كانت الصلاة القداس في كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة، وفي المساء في هذا المكان. يعني عايز أقول إنه قداسة البابا بيعمل مجهود كبير جدا من أجل هذا الحدث وانتشاره وفايدته لمصر كلها وكل شعبها، وبيعمل مجهود كبير. وعايز أقول إنه قداسته بيعمل بطريقة إيجابية. ربما هناك سلبيات، ربما هناك أقوال غير مناسبة، لكنه شغال بطريقة إيجابية. نشكر ونحيي قداسة البابا على هذه الطريقة وهذا الأسلوب. الثاني اللي عايز أشكره مؤسسة مارتيرية، مؤسسة جديدة من مصر الجديدة، رحبنا بيها أنه يعملوا هذا الاحتفال، والحقيقة قاموا بيه بنشاط. عايز أقول أن الأسبوعين اللي فاتوا كان مجهود كبير جداً عشان يعملوا هذا الاحتفال، وسهر في الليالي وشغل كبير. فهم في بداية أول مرة يعملوا احتفال زي كده، لكن بهذا النجاح يعتبر نجاح كبير. نشكرهم ونتمنى أنهم ينشروا هذه الفكرة في أماكن كثيرة أخرى. وأنا بقترح أنه في المرات القادمة ما بيكونش محصورة الاحتفالات في المعادي وفي مصر القديمة، طبعاً في القاهرة تبقى أسهل، لكن ممكن ينتقلوا إلى أماكن أخرى والناس تروح وتتفرج على كل الأماكن اللي زارتها العائلة المقدسة. الشكر الثالث عايز أقوله لأجهزة الدولة، وزارة السياحة وزيرها النشيط، وأيضاً وزارة التنمية المحلية. ويحضر عن الوزارة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ المنطقة الجنوبية، والأستاذ عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي. أنا بقالي أكثر من سنة بحضر اجتماعات مستمرة في الوزارة من أجل نجاح هذا المسار أو نقاط المسار. والحقيقة أن الوزارة رصدت ميزانية ضخمة وزعت على المحافظات عشان تجهيز الأماكن من أجل تطوير الأماكن زيارة العائلة المقدسة. وكل مرة بيجي المندوبين بتوع المحافظات ويجمع الإنجازات، وفي تشجيع مستمر وفي مراعاة مستمرة نرجو أنها تنتشر. وأعتقد أن في بعض نقاط المسار افتتحت بعد التطوير بتاعها، ونتمنى أنه كل المسار يتطور، كل نقاط المسار. وفي نفس الوقت النقاط التي تطورت لو تبتدي السياحة تشتغل فيها وبتدي الناس تروح فيها، سواء السياحة الداخلية أو الخارجية. أشكركم جميعاً على حضوركم وأحييكم وأرحب بكم، وأرجو أنكم يعني يكون الحفل ده مناسب لهذا الحدث. شكراً. احتفالية النهاردة مش احتفالية دينية خاصة بالكنيسة لوحدها، ولا هي احتفالية حكومية خاصة بالوزارات المعنية لوحدها، ولكن
هي برضو احتفالية شعب محب وفخور بهويته وتاريخه وحاضره. شعب قرر انه يبقى ايد تساعد حكومته وما يكونش حمل عليها. مؤسسة مارتيرية للتنمية والثقافة اللي بتمثل المجتمع المدني لما شافت اهتمام الدولة بالسياحة قررت ان هي ما تكتفيش بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن كمان قررت تتعاون مع وزارة السياحة وترتب مع الكنيسة المصرية جوه مصر وبره مصر علشان تعمل اللي تقدر عليه في مجال السياحة الدينية. وعشان نوضح تعاون اليوم والفكر في تعاون بكرة، يشرفني اني ادعو على المسرح الدكتورة شيرين موريس سيف، رئيسة مجلس أمناء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مارتيرية للتنمية والثقافة. تفضل يا دكتور. وأهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الحقيقة مش بس يوم عيد كنسي، النهاردة كمان يوم عيد بالسادة الحضور قداسة البابا أبائي الأساقفة معالي الوزراء والحضور الكريم. النهاردة عايزة أقول لكم عندي أكيد رهبة من طلوع الستيج أمام هذا الحضور الكريم والقامات الكبيرة، فربنا يستر والبرزنتيشن بتاعتي تبقى كويسة تعدي على خير. عندنا قناعة أنه أحلامنا مع اجتهاد الإنسان وبتوفيق ربنا وإرادته بتبقى حقيقة. مؤسسة مارتيرية هي قصة حلم وبقى حقيقة. رؤية مؤسسة مارتيرية هي مؤسسة مارتيرية بتحلم بعالم كل إنسان فيه ممكن بالتعليم. ده يحصل إزاي؟ من خلال الاستفادة من طاقات الشباب المتعلم تعليم جيد، اللي خد فرصة جيدة في التعليم، حملت ماجستير دكتوراه، إنهم يفيدوا بقية إخواتهم في المجتمع اللي ما خدوش فرصة أو خدوا فرصة أقل. أهداف مؤسسة مارتيرية أو مجالات العمل، أول مجال مهم بالنسبة لنا هو مجال التعليم، وده من خلال كورسات في الويب أو التسويق الإلكتروني. كمان مارتيرية مهتمة بفكرة كورسات لمساعدة الدولة في تحقيق أهدافها زي أهداف التنمية المستدامة. ففي كورسات بتتقدم للتوعية على فكرة المياه النظيفة والنظافة الصحية اللي هي الهدف نمرة 6 في أهداف منظمة الأمم المتحدة Clean Water and Sanitation. كمان اتعملت كورسات عن الطاقة المتجددة بأسعار معقولة. ومؤسسة مارتيرية عندها حلم في إطار التنفيذ بإذن ربنا، هو حلم المدارس المجتمعية لخدمة الأطفال المتسربين من التعليم الإلزامي. كمان من ضمن أهداف مؤسسة مارتيرية التمكين. التمكين بيحصل إزاي؟ هي الفكرة إن هي مؤسسة للتنمية، فبالتالي التنمية البشرية من خلال تمكين المجتمع كله، خاصة تمكين المرأة، تمكين اجتماعي وتمكين اقتصادي. اتعملت كورسات عن العنف المنزلي، كورسات عن تطوير الذات، كورسات كمان عن تمكين مهارات الحياة لايف كوتشينج، وكورسات في المشهورة الكونسلينج، وكورسات كمان بيرنتينج لتأهيل الأباء لتربية الأبناء في كافة المراحل العمرية. كمان مارتيرية هي مؤسسة تنمية وثقافة، فالثقافة ضلع مهم من أضلاع المؤسسة.
اتعملت كورسات بالتعاون مع مؤسسات أخرى زي مؤسسة مصر بلا مرض في التوعية ضد أمراض القلب والشرايين، وكمان في كورسات لغة كورية. ومارتيريا كمان عضو باتحاد الناشرين المصريين. النهاردة احنا هنا ازاي؟ احنا هنا من خلال مبادرة اتعملت في مارتيريا مع هيئة تنشيط السياحة اسمها اعرف بلدك، مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة. والاحتفالية النهاردة هي تلبية لطلب من وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة. الهدف الأساسي اللي خلى مارتيريا نفسها أن هي تشارك وتخدم فعلاً المجتمع بحاجة زي كده، أن الهدف نمرة واحد هو خدمة الوطن من خلال لفت الانتباه للأهمية العالمية لمسار العائلة المقدسة، وده هدف قومي وبيعمل على تنمية مصادر الدولة. كمان التضافر الجهود والشراكة مع الكنيسة كمؤسسة والاستفادة من دورها الكبير والخدمي المحوري مع الكنائس في كل العالم. النهاردة مؤسسة مارتيريا بتقدم أدوات هي بمثابة بطاقة تعارف علشان تقديم ثروتنا السياحية بالمناسبة دي، علشان نخدم ونقدم خدمة فعلاً ملموسة. أول خدمة أو هدية هي البوكلت اللي جنب حضراتكم دوت، إهداء من مارتيريا لوزارة السياحة. البوكلت ده بيعمل بتقنية الواقع المعزز اللي هو الأوجمانتد رياليتي الـ AR. لو هنفتح أول صفحة هنلاقي QR كود، لما نعمل له سكان بكاميرا الموبايل هينزل ابلكيشن، تطبيق. لما ننزل التطبيق دوت بيبقى فيه علامة كده، كل صورة عليها علامة. لو هنفتح التطبيق على الصورة اللي عليها العلامة زي ما باين هنا، هيتفتح أداة أوديو فيجوال، فيديو هيتفتح بالصوت والصورة لشرح المكان. الكتيب عبارة عن نبذة على المسار العائلة المقدسة، نبذة بسيطة، لكن الأوديو فيجوالز أو وسيلة الإيضاح المصورة المرئية اللي جوه بتخلي الواحد يحس إن هو engaged أكتر، فاهم أكتر عن المسار. الحاجة التانية، الخدمة التانية اللي بتقدمها مؤسسة مارتيريا هي خدمة، هي application، تطبيق بتقنية الواقع الافتراضي الـ virtual reality. الفكرة الـ virtual reality مش بس النظارات زي ما كانت موجودة في البوث برا وهتفضل موجودة لو حد يحب ياخد فكرة. الفيرتشوال رياليتي او الواقع الافتراضي ممكن كمان استعمله من خلال تليفوني العادي او الموبايل بتاعي، ان انا احس ان انا في المكان وشايفه 360 درجه، كمان بمساعده الارشاد الصوتي اللي بيبقى موجود بحس ان انا فعلا زرت المكان. الحاجه الثالثه هي تشجيع لزيارات لإحياء المسار من خلال تشجيع كنائس العالم كله وكل كنائس الخارج بالزيارة للتعرف على معالم الأثرية والتاريخية اللي بركتها العائلة المقدسة. مش عايزة أطول في الكلام أكتر من كده، بس حابة إن أنا أبدي اعتزازي وفخري واعتزاز مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة على ثقتكم الغالية في وزارة السياحة وعلى ائتمانكم لينا بالحدث العالمي الكنسي المصري، واللي بمشيئة ربنا وبركته وبصلواتكم ودعواتكم هنكون قد المسؤولية وإن شاء الله نفوق توقعاتكم. أشكركم شكرا جزيلا وأتمنى تستمتعوا ببقية فقرات الاحتفالية. أحداث رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر كنز كبير جدا جدا،
من أماكن ومعجزات زاد الاهتمام بيها، ومن طرق عرض الكنز ده برامج تلفزيونية وأفلام تسجيلية كتير، وكان آخرها السنة اللي فاتت. السنة دي اهتمت مؤسسة مارتيرية إن هي تعمل فيلم مش بيستعرض أماكن رحلة العائلة المقدسة فقط، لكن بيهتم بالأساس إنه يوضح الأدلة التاريخية والعلمية لحقيقة وتفاصيل الرحلة. يشرفني إني أسيبكم مع الفيلم التسجيلي القصير بعنوان الخطوات المقدسة. رحلة العائلة المقدسة أحد المشاهد القوية في بداية كتاب المقدس في العهد الجديد. جذورها ترجع إلى العهد القديم، ولكن نقرأ عن أحداثها في العهد الجديد في الإصحاحات الأولى من بشارة الإنجيل لمعلمنا متى البشير. مصر امتازت بهذه العائلة، واختص الله بها أن تكون مصر هي أرض كل الأحداث اللي وقعت أثناء زيارة العائلة المقدسة لمصر التي امتدت على مدار 3 سنين و6 أشهر و10 أيام. قديم قدم الزمان، نسيج من خيوط نسجتها ثقافات وأديان. قلب العالم، هبة النيل، وحسن الأمان، إنها مصر. مصر التي كتبت التاريخ الإنساني، أصل حضارة العالم ومهدها الأول، فجر الضمير الإنساني. مصر التي عاش في كنفها الأنبياء وتابع العالم الحديث عنها ليشهدوا موكباً لأعظم ملوكها القدماء. هي مصر التي انفردت بأعظم رحلة في تاريخ البشرية، إنها رحلة العام صفر، حين انقسم التاريخ قبل وبعد الميلاد. إنها رحلة العائلة المقدسة. عندما خلق الله العالم كله، كانت البداية من خلال القارات الثلاثة التي نسميها العالم القديم في أفريقيا وأسيا وأوروبا. ولما تشوف العالم القديم من خلال هذه القارات الثلاثة، تلاقي أن القلب والوسط هو مصر. لما تقرأ في أسفار العهد القديم، خاصة التكوين وسفر الخروج وأسفار الأنبياء، خاصة سفر أشعياء، وامتداداً للعهد الجديد، ستجد أن مصر البلد اللي ذكر كلمة مصر والمصريين أكثر من 700 مرة على طول وامتداد الكتاب المقدس. وده يعتبر نعمة خاصة أعطيت لمصر، ويبين أنها لها مكانة كبيرة عند ربنا. ومن هنا أصبح الكتاب المقدس بعهديه أول شاهد وموثق على رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر. لما بندرس أي حادث تاريخي، بنرجع للمصادر الأصلية اللي ذكر فيه هذا الحدث، بنعمل بتدريج مع المصادر الأخرى اللي بتأكد هذا الحدث عبر التاريخ. زيارة أو مجيء العائلة المقدسة إلى مصر هو أيضاً
كحدث تاريخي بندرسه بنفس الطريقة. الأول بنشوف المصدر الرئيسي لهذه الحادثة اللي هو الكتاب المقدس، بالتحديد إنجيل معلمنا متى الإصحاح الثاني. هنلاقي في النص اللي ذكره معلمنا متى نبوتين. النبوة الأولى من مصر دعوت ابني الواردة في سفر هوشع، كانت تقال في سياق عودة شعب بني إسرائيل من أرض مصر. والنبوة الثانية بتاعت نوح رحيل ولا تريد أن تتعزى، ودي اللي ذكرت في سفر إرميا النبي. صحيح معلمنا متى لم يذكر تفاصيل الرحلة، ده شيء طبيعي لأنه الغرض من كتابة البشارة اللي كتبها معلمنا متى ليست هي الأحداث التاريخية والتفاصيل التاريخية. فور دخول المسيحية إلى مصر كانت هناك عدد غير قليل من التقاليد الشفهية اللي تخص زيارة العائلة المقدسة لمصر، وهذه التقاليد اللي كانت في الأول شفهية كونت فيما بعد. التراث الشفاهي ببساطة جدا هو الكلام اللي الناس بتتناقله. الكلام ده لا يقتصر على مصر، الكلام ده طبعا في أي دولة في العالم وفي أي وقت، هو عبارة عن الحاجات اللي الناس بتقولها لبعض. التراث الشفاهي من أهم ما يمكن، يعني وخصوصا في دولة زي مصر. جسد التراث الشفاهي وروايات الشعبية مصادر هامة لرواية التاريخ، فصارت لنا أقوى من كل ما هو مدون ومكتوب، وأصبح المصدر الأول للمؤرخ. التراث الشفهي لا يمكن تجاهله، بل هو المادة الخام للتاريخ، وهو يسبق التاريخ المدون المكتوب. كتابات الآباء دي حاجات مهمة جداً، في عدد منها هيكون أقدم من ميمار البابا توفيوس. هنبتديها بشهادة من تفسير إنجيل معلمنا متى اللي كتبه أسقف اسمه هيبوليتس الروماني، وده كان من الأباء اللي كانوا عايشين في بداية القرن الثالث الميلادي. هنروح للشهادة الثانية، وهي شهادة من أعمال العلامة أوريجينوس، الراجل اللي كان عايش في القرن الثالث الميلادي. كان على أيامه في واحد اسمه فيلسوف يوناني اسمه كالسوس، عمل رسالة أو كتاب كتب فيه مجموعة تهم موجهة لشخص ربنا يسوع المسيح، منها أنه هو كان شخص فقير أو شخص عديم الفايدة كده وعايش في مصر. فرد عليه العلامة أوريجينوس برسالة اسمها ضد كالسوس، وهذه الرسالة موجودة. اللي يهمنا في القصة أكتر وأنا بذكر هذه المعلومة، واحد زي كالسوس الرجل الفيلسوف اليوناني يعرف مثل هذه المعلومات عن وجود شخص ربنا يسوع المسيح. التاريخ أو بحاول أصيغ حاجة، أنا محتاجة أبص على كل حاجة، أخد كله وابتدي أوزن بعد كده وابتدي أقارن، ولما ألاقي أكتر من حاجة بيأكدوا لي نفس الحاجة بتاخد ثقل أكبر، لكن ما أقدرش أتجاهل حاجة. ويبقى التاريخ خير شاهد، إذ انفردت مصر شامخة بأعظم مسار سارت فيه الرحلة المقدسة إلى أرض مصر. لو رحنا للشهادة الثالثة، وهي شهادة كتابات يوسابيوس القيصري، عمل كتاب بعد حوالي قرن من كتابات هيبوليتس وأوريجينوس معروف باسم برهان الإنجيل، في فصلين منه بالتحديد في الفصل السادس والتاسع من هذا الكتاب تعرض لقصة تفسير بعض الآيات الخاصة بنبوات مجيء السيد المسيح إلى أرض مصر، وبالتحديد نبوة أشعياء النبي الموجودة في إصحاح 19 عدد 1، وحي من جهة أرض مصر ومجيء المسيح راكبا على سحابة خفيفة. معروف تاريخيا أن يوسابيوس القيصري جه هنا مصر وعاش فيها فترة. بالإضافة لهذه الأشياء، أنا عندي بعض بقايا مادية بتتمثل في عدد من المغارات، قد يصل عددها لحوالي 8 مغارات، منهم المشهورين جدا مثلا بتاعة كنيسة أبو سرجة في مصر القديمة، واحدة اللي هي في جبل الطير دير درونكا في أسيوط. الشهادة التاريخية الثانية اللي عندنا هنجيبها من كتاب برضو تاريخي، مصدر تاريخي مهم، هو اسمه إكليسياستيكي إستورية برضو أو التاريخ الكنسي، اللي عمله مؤرخ مشهور اسمه سيزومين، وهذا المؤرخ اللي كان في القرن الخامس الميلادي ووجهه
هذا العمل للإمبراطور ثيودوسيوس. لكن في الفصل الخامس من الكتاب هنلاقيه جايب تفاصيل مهمة جدا عن زيارة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وبالتحديد لمنطقة هيرموبوليوس برضو اللي هي الأشمونين في محافظة المنيا. وبيذكر لنا تقليد أو قصة يعني لطيفة، كانت شجرة موجودة في ذلك المكان، شجرة العابد في المنيا اللي هي وطت وهم معديين انحنت مثلا، وبانحنائها صارت علامة وسبب بركة اللي بيزورها وياخد منها ورقة ولا جزء من شجرة بيتبارك بيها إلى آخره. وقد كان الفن القبطي عبر العصور صدى يوثق الأحداث بدقة، فحملت لنا الأيقونات رسالة تزهو بالهوية المصرية ودوراً توثيقياً هاماً كفن فريد متميز للكنيسة القبطية. الفن القبطي اللي هو الفن الديني الشعبي اللي ليس له مثيل في العالم، فن الأيقونة هي مش مجرد صورة، من غير الأيقونة مش هنقدر نعمل تريسينج ان احنا نتتبع رحلة العائلة المقدسة. ففن الأيقونة ده يعتبر امتداد، يعتبر توثيق للفن القبطي الكلاسيكي القديم. وطبعا الأيقونة القبطية اللي هي الأيقونة المصرية بنلاقي فيها التأثيرات المصرية واضحة جدا، وهي طبعا بتخليها ان هو فن فريد في العالم متميز عن الفن الموجود في الكنيسة الغربية. طبعا كان في مصادر عديده جدا للالهام، من اهم مصادر الالهام للفنان تبقى البيئه. طبعا لو نتكلم على فنان مثلا جاي من سوريا، طبعا هو هيرسم موضوع العائله المقدسه اللي هو خاص بمصر، الكتاب المقدس مصدر الهامه، البيئه اللي هو جاي منها وتعليمه، وكمان الفكر او الرساله اللي هو عايز يوصلها للشخص اللي هو هيكون يتعامل مع الايقونه. مثلا عندنا ايقونات شهيره جدا في دير المحرك، هنلاقي السيده العذراء متصوره بشره داكنه، ان مثلا دير المحرك موجود في الجنوب، ومثلا القرب مثلا حدود مصر الجنوبيه، السودان، النوبه. البيئه مصدر الهام مهم جدا، والفنان مصادر الالهام بتاعته بتبقى مختلفه، ومنها الطقس. لما نيجي نتكلم بالنسبة للأيقونات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة الأرض مصر المباركة، بتبقى فيها عناصر مشتركة، زي مثلا السيدة العذراء موجودة، سيد المسيح الطفل، وكمان القديس يوسف النجار. فأحيانا نلاقي الملاك موجود أنه كان بيرشدهم في الرحلة، إنها ما كانتش رحلة سهلة. بنلاقي مثلا سلومي موجودة برضو في أيقونات دي، بتعتبر العناصر الثابتة اللي بتقوم بتوثيق الرحلة. الخلفية المعابد المصرية الموجودة اللي بترجع للفترة الحضارة المصرية القديمة، أو مثلا لما نلاقي حصن بابليون مثلا موجود بطريقة البناء الشهيرة اللي هي الرومانية، طبعا يبقى هم مثلا الأيقونة دي بتصور لنا حدث مصر القديمة، فهي بتوثق لنا زيارة العائلة المقدسة لمنطقة مصر القديمة اللي هي منطقة تراث عالمي. وكمان لما نلاقي مثلا موجود فيها، نبدأ بيوت أورشليم أو الناصرة، يبقى دي العودة والعائلة المقدسة قربت للحدود مصر الشمالية الشرقية ووصلت لأرض أورشليم. لما نلاقي سيد المسيح الطفل مثلا يحمله يوسف النجار على كتفه، معناه أن دي رحلة العودة ودي طريق العودة، أنه كبر. لما نلاقي مثلا السيد المسيح موجود في وسط السيدة العذراء وقديس يوسف النجار ماسك إيدهم، يعني تقريبا هو عنده 3 سنين. طبعا دي بتوثق لنا، اللي طبعا بناء على الدراسات الحديثة، الأنبياء أساتذة قبطيين مصريين مهمين جدا زي أستاذ دكتور إسحاق عجبان، في محاولة لتوثيق الفترة اللي قعدتها العائلة المقدسة في مصر، يعرفنا أن رحلة العائلة المقدسة قعدت في مصر تقريبا 3 سنين و11 شهر، ودي الأيقونة وثقت. من داخل تلك الأرض ومن عمق الصحراوات، سارت العائلة المقدسة طريقا وسط جبال مصر وديانها، فتباركت أرضها وعاش نيلها أمدا، سقطت أوثانها وذاب قلبها داخلها. النيل في مصر يعتبر الحياة. نهر النيل بناخد منه كذا حاجة، واحد المية للزراعة وللشرب والصناعة، وبناخد من نهر النيل كمان روح العبادة، لأن حضرتك لما تشوف نهر النيل ماشي كده وبعدين بيجي ينقسم، فبيمثل الإنسان لرفع إيده في وقت العبادة والصلاة. عشان كده قدماء المصريين
وأيضا أبنائهم بعد كده سواء في العصور المسيحية والعصور الإسلامية بنوا معابدهم وكنائسهم ومساجدهم قريبة من نهر النيل. صارت العائلة المقدسة لمسافة تمتد لأكثر من 3500 كيلو مترا ذهابا وعودة. بدأت الرحلة إلى مصر من بيت لحم إلى العريش، مرورا بالفرمة وتل بسطة، دخولا إلى أهم المناطق في القاهرة مثل مسطرد والمطرية والمعادي وأبي سرقة. رحلت غربا إلى سمنود وارتحلت في نهر النيل إلى أسيوط، حيث كانت آخر محطات الرحلة ليتحقق قول الكتاب ويكون مذبحا للرب في وسط أرض مصر. فمثلا الكنيسة اللي احنا موجودين فيها كنيسة العذراء في المعادي طبعا هي تعتبر نقطة محورية مرتبطة برحلة العائلة المقدسة. فطبعا من المكان بتاع الكنيسة ترو التانل النفق اللي موجود بدأت الجزء الثاني من الرحلة اللي هو بدأوا يستقلوا المركب ويبدأوا رحلتهم في صعيد مصر. الكنيسة دي غنية بأيقونتين فريدتين جدا، زي مثلا الأيقونة اللي هي بتلخص لنا حياة السيدة العذراء اللي هي فيتا ماريا، بتحتوي على سلسلة من حياة السيدة العذراء، تمام؟ فبنلاقي فيها جزء اللي هي مرتبط برحلة العائلة المقدسة، ان ده مرتبط بالسيدة العذراء. وبرضو في أيقونة تانية الستايل بتاعها مختلف، هي أيقونة تعتبر بسيطة جدا، مجرد ان هي بتحكي لنا القصة. فتعتبر الكنيسة دي بالأيقونتين اللي موجودين فيها أكبر دليل على دور الفن في توثيق الفن القبطي. ده نموذج حي عندنا. أعمال الترميم اللي تمت على مستوى جمهورية، من ترميم معماري، من ترميم دقيق، أيقونات متعددة كانت تحتاج إلى عمليات الترميم. الحمد لله المجلس الأعلى للآثار أو وزارة السياحة والآثار بقطاع المشروعات، إدارة المركزية للترميم والصيانة والحفظ للآثار، كلها قامت بدور مهم جدا في ترميم هذه المناطق وهذه الأيقونات وهذه اللقى الأثرية. لوحات إرشادية بمعلومات موثقة متراجعة كويس جدا من وزارة السياحة والآثار بتوصف لنا الأثر، المكان، المسار والقصة التاريخية الخاصة بيه اللي موجودة بداخل سواء كانت الكنائس أو الأديرة أو المغارات بصفة عامة. من الحاجات اللي بيحبوها بره كتير خالص كلمة المسار. فأولا مصر تقدم هذا العمل وتتيحه للعالم كله وتشرحه وتستقبل على أساسه ضيوف وزوار يجوا يزوروها، شيء رائع. ده يخلي مصر محطة أنظار لكل العالم، لأن العمل ده مش موجود في أي مكان تاني. ده منتج يدينا الميزة التنافسية في كل العالم، عائد اقتصادي مهم جدا، وفود من مختلف الجنسيات. برنامج الرحلة حوالي 25 محطة. 25 محطة دول لو تم الاهتمام بيهم جيدا من كل النواحي، والاهتمام مش الاهتمام المادي، الاهتمام اللي فيه توعية للناس اللي ساكنة في المناطق دي، ان هيجي لنا ضيوف ازاي نستقبلهم، ازاي نرحب بيهم، ازاي نحط الحاجات المهمة اللي بيدور دايما عليها الزوار، العلامات، الطريق، التشجير. احنا بنتكلم من فين دلوقتي على سبيل المثال؟ احنا بنتكلم من موقع شجرة مريم، المطرية، عين شمس، القاهرة، إحدى محطات الخمس وعشرين من محطات رحلة العائلة المقدسة. طيب قبل الوصول لنا أن نتخيل قدام شجرة مريم ماذا عن المجتمع المدني، ماذا عن المحيطين؟ المحيطين في أي واحد في بيته من تحت ممكن يعمل محل، ممكن يعمل بازار، عارف أنه في حركة سياحية يقدر يستفيد، عارف أنه ده هيبقى مصدر دخل مهم جدا لازم يحافظ عليه، هيشترك عشان عارف أنه المكان ده وحركة السياحة هتعود بالنفع المباشر عليه. في خطوات طيبة تمت وتمت جوه مصر، فاضل كمان خطوات خارج مصر مع شركات السياحة، مع الكنائس الأخرى، مع الجهات اللي بتحب تزور مصر في أي مناسبة من المناسبات، سياحة المؤتمرات بكل أشكالها وأنواعها. جاءت العائلة المقدسة إلى مصر إذ كان السفر بين مصر وأرض يهوذا آمن نسبياً ويربطهما الشريط الساحلي على البحر المتوسط. من التعبير المشهورة في اللغة القبطية كلمة خن،
خن معناه الركن الآمن، الواحد لما يحب عنده حاجة غالية عايز يعينها يقوم يعينها في مكان أمين. مصر اتكتب عنها وقيل في وصفها أنها الركن الأمين أو البلد الأمين. ومصر طول عمرها بلد الأمن والأمان وفيها التعايش السلمي بين الأديان المختلفة. مصر دولة كبيرة، كل الحضارات المختلفة بتنصهر داخل جمهورية مصر العربية. مصر دخلت في كل أحداث الكتاب المقدس، تواجدت فيه بقوة وبشدة. مصر فيها مقومات مهمة جدا 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 كديستنيشن، كوجهة للسائحين سواء كان العرب أو الأجانب. رحلة العائلة المقدسة اختيارها لمصر أرض السلام، طبعا دي ميزة ربنا حابب بيها مصر، طبعا فريدة عن أي دولة موجودة في العالم، وده طبعا سبب الخير والسلام اللي احنا عايشينه دلوقتي في بلدنا. إن في كلمة احنا دايما بنقولها كمصريين، عمار يا مصر. عمار يعني دايما فيها خير، فيها عمران، فيها حياة. أنا أرجح إن أحد أسباب هذا العمار هو رحلة العائلة المقدسة وسكنة السيد المسيح والقديسة مريم العذراء والقديس يوسف النجار على أرض مصر كل الوقت الطويل ده. إحنا في الكنيسة القبطية بنحتفل بعيد دخول المسيح أرض مصر منذ القرن الرابع الميلادي، وبنحتفل بيه احتفال سنوي في تاريخ ثابت يوم 24 بشنس في التقويم القبطي اللي بيوافق 1 يونيو في التقويم الميلادي. كمان من الأحلام اللي بحلمها إن يوم 1/6 كعيد دخول المسيح أرض مصر يبقى عيد قومي وعيد متميز في الحياة المصرية يحتفل بيه كل المصريين، ده مش عيد مسيحي بس. 1/6 هو تاريخ دخول العائلة المقدسة إلى مصر، احتفال عالمي يشارك فيه طوائف جموع المصريين. ده عيد يخص الأرض، يخص البلاد. إحنا كلنا واحد على أرض مصر. ستبقى مصر منارة خالدة أبد التاريخ، يشع نورها للعالم كله. ستبقى منفردة دائما، فهي مصر سيدة التاريخ. الكنيسة المصرية معتزة وفخورة جدا بكل البركة اللي جت لها بسبب زيارة العائلة المقدسة لأرض مصر، وبتشجع كل أولادها لزيارة المناطق المقدسة لنوال البركة دي. ولكنها مش الكنيسة الوحيدة اللي عندها هذا الاهتمام. في أكتوبر 2017 وفي عهد معالي وزير السياحة السابق السيد يحيى راشد اللي بيشرفنا بحضوره اليوم، وبعد 6 شهور فقط من زيارة مليئة بالمحبة للبابا فرانسيس بابا روما ورئيس دولة الفاتيكان لمصر، واللي قابل فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تودروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، أعلن البابا فرانسيس إن مسار العائلة المقدسة في مصر من خطوات الحج الواجبة لكل المسيحيين الكاثوليك في العالم. الخطوة دي مش بس دينية، ولكنها دليل على تعاون دولي بين الدولة المصرية والفاتيكان، وبتفهمنا إزاي إن حدث النهاردة هو حدث تاريخي، تاريخي مصري دولي لإحياء مسار العائلة المقدسة. والنهاردة بيشرفنا بالنيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة. الخير قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المصرقسية، معالي السيدات والسادة الوزراء، ممثلو الجهات الوطنية والدبلوماسية، الآباء الأجلاء، الحضور الكريم، مساء الخير. إن ما تشهده مصر في مثل هذا اليوم من كل عام لهو عرس وطني يفخر به كل مصري ومصرية،
مسلمون ومسيحيون. إنه اليوم الذي تباركت فيه أرض مصر بلجوء العائلة المقدسة إليها هرباً من بطش الملك هيرودوس اليهودي الظالم. وإحياءً لتلك الذكرى الجليلة، فقد أطلقت الدولة ممثلة في وزارة السياحة والأثار وبالتشارك مع العديد من أجهزتها الوطنية وعلى رأسهم الكنيسة المصرية القبطية مشروعاً قومياً يحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة من الدولة رئيس مجلس الوزراء، وقد قامت بوضع خطة استراتيجية متكاملة الجوانب اللوجستية والأثرية والترويجية لإحياء مسار العائلة المقدسة. هذه الخطة تضمنت هدفاً قومياً يتمثل في إظهار الصورة الحقيقية لمصر كأمة عظيمة مرت بها وانصهرت فيها العديد من الحضارات والثقافات والأديان، وظل نسيجها الوطني متلاحماً إلى يومنا هذا. وقد حملت تلك الرؤية التنموية لهذا المشروع القومي رسالة سامية مفادها أن ملكية هذا المنتج الروحاني للإنسانية جمعاء، فلزاماً على الضمير العالمي الحفاظ على هذا الإرث الإنساني. إننا بهذا المشروع القومي نقوم بتنمية محوراً عمرانياً متكاملاً يقوده قطاع السياحة بمرجعية روحانية خالصة. نقدم أطول مسار روحاني في العالم داخل دولة واحدة يبلغ 3500 كيلومتر ويمر ب 25 موقع أغلبها في حاجة إلى الدعم. بداية من صحراء سيناء العزيزة ووادي النطرون، يمر في ريف مصر الجميل وعاصمتها الأبية، ويمر أيضاً في صعيدها الشامخ. ونحن في وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة كمان بندعم مشروع السياحة الريفية اللي بتمثل في نقاط العائلة المقدسة نقاط كثيرة. هذا المشروع يحمل معه آفاقاً تنموية كبيرة من فرص عمل للمواطنين المحليين، ويضمن لهم حياة كريمة ودخلاً مباشراً في مواقع إنتاجهم، يرتقي ببنيتهم التحتية ويؤهل البنية العمرانية بمظهر حضاري يليق بمصريتهم ويتقي بانتمائهم لوطنهم. الحقيقة في إحدى الزيارات للمعارض السياحية ولما بلتقي مع منظمي الرحلات وبنتكلم على مصر وعلى مسار العائلة المقدسة، ولاقي بعض الأسواق السياحية وبعض المتعاملين من التور أوبريتورز بيقول أنت من مصر، وجسمه بيقشعر ويقول أنا نفسي أجي مصر ونفسي دور في مسار العائلة المقدسة وأمشي في هذا الحج المقدس. والحقيقة بتقوم وزارة السياحة والآثار بالتشارك مع شركات السياحة والفنادق بأن احنا نقدم هذا المنتج. طبعاً في نقاط كتير لسه بتحتاج التطوير، بتحتاج أن توصل لها الأوتوبيسات السياحية، الوعي عند المجتمع المحلي لاحتضان هؤلاء السائحين بنشتغل عليه برضو كأحد المكونات اللي محتاجين نشتغل عليها. 7 سنوات من العمل الدؤوب للتغلب على العديد من التحديات أنجزنا خلالها ما يزيد عن 90% من تطوير نقاط المسار. طبعاً بندين بالشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظات التي يمر بها هذا المسار للدعم والمجهود الكبير الحقيقة اللي هم بيقوموا فيه لتطوير هذا المسار والنقاط المحيطة بهذه الآثار لجعلها تستقبل السياحة بشكل مناسب وبشكل فعلاً يكفل لنا الزهو والتأكد من المنتج السياحي المقدم. انتهينا من تطوير نقاط المسار ومحيطها العمراني، تحولت فيها من مناطق يطغى عليها العشوائية إلى مواقع مخدومة سياحياً بمظهر حضاري. السنة دي تم افتتاح 3 نقاط في سمنود وسخا وتل بسطة، والحقيقة النقلة العمرانية والمجتمعية اللي تمت في هذه النقاط الحقيقة ليها أثر إيجابي كبير على المجتمع المحلي. نظمت الوزارة العديد من البرامج التعريفية للمروجين والفاعلين الدوليين للترويج لهذا المنتج السياحي الروحاني
سواء من رؤساء الكنائس العالمية ووفود الفاتيكان، مروراً بالسنة اللي فاتت قبل الجائحة استضفنا عدد من الكنائس الفرنسية، يمكن كان يمكن 20 يوم قبل ما نوقف الطيران لمصر، وكانت يعني رحلة الحياة تعريفية لزيارة المناطق العائلة المقدسة، وكان لها أثر إيجابي كبير. إلى أن تم تتويج هذا الجهد الترويجي بزيارة قداسة بابا الفاتيكان إلى مصر، حيث دعا منها مسيحيو العالم إلى الحج على خطى العائلة المقدسة، وتم إدراج المسار على كتالوج الحج المسيحي بالفاتيكان. الحضور الكرام، إن هذا المشروع القومي يعد ترجمة عملية لمفهوم الإرادة السياسية، ونموذجاً ومنهجاً يحتذى به لتوحد كافة الجهود الوطنية لإنجاز أي عمل قومي، فكان النجاح حليفاً لنا. تحية لصاحب الإرادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أشكركم ومبارك شعبي مصر. شكراً جزيلاً. كرامة مصر من كرامة ولادها، وولادها الموجودين برا مصر مسؤولية كبيرة، محتاجة وزير قوي نشيط متحرك وقادر على التصرف في أي وقت. بتشرفنا وبيشرفني إني أدعو على المسرح وزيرتنا المحبوبة الدؤوبة الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. مساء الخير. بالتأكيد إنه عيد النهاردة عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، عيد مليء بالرسائل، رسائل الفرح وأيضاً رسائل التعزية. فرحنا كبير جداً إنه ربنا اختار مصر بلدنا إن تكون الملاذ الآمن للعائلة المقدسة. والحقيقة إنه يعني زي ما قداسة البابا ذكر امبارح وذكر الحقيقة في الفيلم، إن كان ممكن جداً إنه العائلة المقدسة تروح دولة تانية من دول الجوار، ولكن ربنا فضل مصر وعشان كده رفع من قيمة مصر. الفرح التاني هو فرح البركة اللي خدناه من وراء هذه الزيارة، بركة كبيرة جداً جداً، واخدة البلد، واخدة مصر شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. امبارح في الاحتفالية في مسرح الأنبر ويس كان في فيلم جميل جدا جدا بيوري ازاي الرحلة الشاقة اللي خدتها العائلة المقدسة في كل ربوع مصر، بس كان في جزء العائلة المقدسة راكبة مركب بسيط في النيل. النيل اللي احنا خايفين عليه، النيل اللي احنا عندنا تحديات كبيرة جدا جدا فيه. يكفي إن إحنا نبص لصورة العائلة المقدسة وهم في المركب، ما نقلقش على النيل بتاعنا خالص. الفرح الثالث هو الفرح السلام والمحبة والطمأنينة في قلوب الشعب المصري، أهل مصر اللي رحبوا بالعائلة المقدسة واللي استضافوها واللي وفروا لها المكان الآمن ليها عشان تنعم بمصر بلدنا. عشان كده دايماً نقول على شعبنا وناسنا، احنا شعب بيعرف ربنا، احنا فعلا بنعرف ربنا وفعلا كلنا مؤمنين بيه، كلنا بنخافه وبنخافه باحترام. ومع رسائل المحبة كمان بيبقى فيه رسائل التعزية، وما أكثر التحديات اللي بنشوفها هو لمدة سنتين مفيش بيت مفهوش ألم وقلق وخوف وتجربة وحزن، إنما دايما هذه المناسبات وهذه الأعياد بتيجي عشان تطبطب علينا وعشان تفكرنا إن في ربنا وإننا ربنا كبير جداً وشايفنا وبيسمح بأوقات التجربة، ولكن عينه علينا في هذه الأوقات وما بيطولش علينا، ما بيطولش علينا خالص، بيشوفنا بنعمل إيه. دايماً كنت في مدارس الأحد
كانوا يقولوا لنا زي الولد الصغير بيجري كده على كورنيس النيل وابوه ماشي بيبص عليه، بيقع الولد وابوه بيبص عليه، وبعدين بيقوم الولد، وبعدين بيقع تاني وابوه برضه حاطط عينه عليه. انما لما الولد بيتحط في خطر، الاب على طول بيروح داخل وشايل ابنه بينتزعه من هذا الخطر. عشان كده احنا واثقين في ربنا ومطمنين برسائل العائله المقدسه وعيدها النهارده، زي ما انا قلت رسائل محبه وفرح، ورسائل ايضا طمانينه وتعزيه. هذه الرسائل الكثيره هي اللي بتخلي الدوله المصريه تنتصر في معركه البقاء والبناء، لانه من غير البركه ومن غير التعزيه ومن غير الفرح ما كناش وصلنا ان احنا في اليوم ده واقفين بنحتفل كلنا مع بعض شعب واحد. مرينا بتحديات كثيرة جداً جداً، وبلدنا اتسرقت وربنا سمح بكده، بس عشان بعدها ربنا يتمجد ونشوف ازاي ان بلدنا رجعت وقفت على رجليها بركة، والبركة الأكبر في قائدنا الرجل اللي الدولة والشعب استنجدوا بيه عشان يخلصوهم من حكم الإخوان سنة كاملة. بعدها مصر اتنفست، وبعد لما تنفست جودت، وبعد ما جودت انتجت، وبعد ما انتجت كمان يعني احنا مش هخفي على حضراتكم في حكم الاخوان كان في ناس ابتدت تدور على تأشيرات وتشتري بيوت وتطلع من بره الدولة. انما بلدنا رجعت لنا بركة كبيرة. ليه؟ لان احنا من زمان متباركين. صدق اللي قال مصر محروسة، محروسة من كل حاجة. بيحصل لنا اوقات كتيرة جدا زي ما انا قلت من التحديات، إنما بنرجع نقوم على رجلينا. ودلوقتي في الوقت اللي احنا فيه بنشوف الدور المحوري لمصر في غزة، ونلاقي صور الرئيس في شوارع غزة، وبعدين نلاقي دول كانت مقطعانة وكانت يعني بتتكلم علينا كلام مش كويس دلوقتي بتحاول إن هي تسترضي الدولة المصرية، ونلاقي دورنا كمان في قضية سد إثيوبيا. إنما غير الدور الخارجي كمان عندنا دور البناء، زي ما أنا بقول كل الشوارع وكل المدن الجديدة وكل المناطق العشوائية، كل ده بدون بركة ما ينفعش. عشان كده الآية جميلة جدا جدا في الإنجيل اللي بتقول بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا. عشان كده احنا شعب مؤمن عارفين أن ربنا باصص علينا ويبارك كل عمل، كل عمل القيادة السياسية بتقوم بيه، وكل عمل احنا كمان المفروض نقوم بيه، لأنه القيادة السياسية مش هتشتغل لوحدها، هتشتغل مع شعب عارف كويس جدا التحديات اللي بتقابله. عشان كده انا مطمنه ودايما بقول انه كل عيد بيجي لسه كنا بنحتفل بعيد القيامه المجيد، ودايما بنقول روح عيد القيامه بتجدد فينا الايمان، واحنا عارفين انه بعد الالم بيجي الفرح. والنهارده ايضا عيد دخول العائله المقدسه الى ارض مصر بتعيد فينا الأمل وبتجدد أيضاً فينا الإيمان. أنا يعني تشرفت أن أنا أكون موجودة امبارح في مسرح الأمبرويس في الحفلة اللي أقيم امبارح، باخد بركة، والنهاردة باخد بركة تانية. إنما البركة الأكبر أن أنا قاعدة جنب قداسة البابا، يعني باخد أي فرصة بس أن أنا أقعد جنب قداسته عشان ناخد هذه البركة من البابا الحكيم، البابا العادل، البابا اللي ربنا واقف جنبه واللي عنده بصيرة عارف كويس جداً كيف يقود الكنيسة المصرية. المصريين في الخارج جاهزين إن هما يساندوا الدولة فيما يتعلق بالترويج لمسار العائلة المقدسة، ولسه يعني أهالينا في كندا بيكلموني عن اختيار آخر أسبوع من مايو شهر التراث القبطي. كل المصريين في الخارج، وبكرر كل المصريين في الخارج، عايزين يساندوا الدولة في تطوير هذا المسار. بس زي ما قداسة البابا قال، وزي ما امبارح زميلي العزيز دكتور خالد العناني وزير الآثار وزير السياحة والآثار قال، إن الموضوع علشان يكمل لابد فعلا إن احنا نجهزه صح، ونجهزه بالأدوات وبالإمكانيات وبالبنية التحتية وبالوعي كل حاجة، وبالإشارات زي ما الدكتور مصطفى الوزيري كان بيقول في الفيلم، كل حاجة لازم تجهز عشان تبقى لائقة
لرحلة العائلة المقدسة وأيضا لائقة للدولة المصرية. عشان كده حتى جهود الدولة فيما يتعلق بمبادرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة عشان كل هذه المناطق تتحول بنيتها التحتية، وأنا متأكدة أن مسار العائلة المقدسة داخل فيها من المحافظات ومن القرى اللي هم تم تسجيلهم في حياة كريمة. فإحنا بننهض بكل هذه الأماكن، وبنشتغل القيادة السياسية مش مخلية في كل حتة، إذا كان في الخارج في الداخل. لما إحنا محتاجين حاجتين أو ثلاث حاجات، محتاجين إيمان، محتاجين صبر، ومحتاجين عمل. ربنا إن شاء الله يعيد هذا العيد علينا كلنا بكل البركة وكل الخير، وزي ما بنقول بالعربي كده تحل البركة. كل سنة وحضراتكم طيبين. ولأن الكنيسة في بلدنا اسمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يعني المصرية بالأساس، وآبائها المعاصرين زي البابا شنودة الثالث علمونا إن مصر مش وطن بنعيش فيه، لكن هو وطن بيعيش فينا. وكذلك البابا تودروس الثاني علمنا في الأيام الصعبة بعد ثورة 30/6 إن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. وفي كل قداس الكنيسة المصرية بتصلي من أجل كل الخير لأرض مصر ولنيل مصر ولأهل مصر ولأمل مصر. بيشرفني إني أدعو لإلقاء الكلمة بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني. أرحب بكم جميعاً أيها الأحباء، معالي السادة الوزراء ونوابهم والسفراء والنواب وأباء الكنيسة وكل الحضور الكريم. في هذا الاحتفال الذي نحتفل به سنوياً في الأول من شهر يونيو باحتفالاً بعيد دخول العائلة المقدسة إلى مصر، وأود أن أشكر أولاً القيادة السياسية لبلادنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية ومعالي رئيس مجلس الوزراء وكل الوزارات المعنية بهذا المشروع والهيئات التي تهتم واللجنة المعنية المشكلة من عدة وزارات وعدة محافظات تقوم بالاهتمام بهذا المشروع الكبير جدا. وفي الحقيقة إن اهتمام مؤسسة مارتيرية بالمشاركة مع وزارة السياحة والآثار بهذا العمل أنه أيضا بداية جديدة ورؤية جديدة لهذا الإنجاز الكبير. مشروع مسار العائلة المقدسة في مصر بلا شك هو إنجاز كبير جداً. إن كنا نعيش في السنوات الأخيرة عصر من الإنجازات الضخمة على أرض مصر في مشروعات كثيرة زراعية وصناعية، وفي مشروعات الطاقة ومشروعات البناء والطرق ومشروعات متعددة للغاية ونسعد بها جميعاً كمصريين، ونعيش بالحقيقة نهضة ونهضة إنجازات ربما غير مسبوقة، على الأقل أنها غير مسبوقة في الزمن، لأن في زمن قليل تقدم مشروعات كبيرة. ولكن أحد هذه الإنجازات ليست الإنجازات المادية، ولكن الإنجازات الثقافية والمعنوية والروحية، وهو إنجاز مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة.
هو عمل وهو مناسبة نحتفل بها في الكنيسة منذ قرون، ونحتفل بها احتفالات كنسية. ولكن الدولة المصرية بكل أجهزتها انتبهت إلى هذا الكنز وهذا العمل الكبير اللي موجود في كتب التراث وفي الكتب المقدسة وفي التاريخ وفي الجغرافيا وفي مناحي الحياة كلها. وهذا الكنز الكبير هو كنز معنوي، وكما أشارت السيدة نائبة وزير السياحة والآثار إلى أنه مشروع روحي طويل يمتد لأكثر من 3500 كيلومتر في هذا المسار، أيضا تمتاز به مصر كلها. وفي الأمس كان توجد احتفالية بين معهد الدراسات القبطية وجامعة الزقازيق، وأيضا اهتمام الجامعة بنقطة من نقاط المسار في تل بسطة، وهذا أمر جديد أيضا ونشجعه. وأمر رائع أن هيئات البلد كلها زي الجامعات كما الوزارات كما المحافظات تهتم بهذا العمل الذي يمكن أن يكون له مردود روحي ومردود ديني ومردود ثقافي ومردود اقتصادي كبير جدا، ويقدم صورة مصر للعالم. احنا من أيام أو أسابيع شاهدنا الموكب الفرعوني العظيم لملوكنا وملكتنا الفراعنة، وهذا الموكب أبهر العالم بلا شك، وقدم مصر برؤية جديدة رائعة. وكم كان مدهشا أن يقف رئيس البلاد وهو يستقبل ملوك حكموا بلادنا منذ آلاف السنين. الفكرة والتنفيذ وما شاهدناه أكثر من رائع. ومن خلال الموكب بتاع الملوك والملكات، مصر قدمت نفسها للعالم في عمل استغرق حوالي ساعة أو ساعة وشوية، ولكن أبهر العالم. ولا تستطيع دولة في العالم أنها تصنع مثل هذا الموكب. ما عندهمش موميات زينا، ما عندهمش فراعنة. فقدمت الصورة الفرعونية الأصيلة لمجتمعنا المصري. مسار العائلة المقدسة هو أمر مشابه، ويستطيع أن يقدم صورة لمصر للعالم كله، ويستطيع أن يخاطب العالم الغربي بالذات بلغته، ويخاطب العالم كله بهذه اللغة. كيف تهتم مصر بهذا الأثر الروحي والتاريخي والثقافي والممتع، فضلا عن كونه مواضع في هذا المسار ننال منها بركات كثيرة. بركة زيارة العائلة المقدسة إلى مصر هي بركة بالحقيقة، ليست كلاما. شوفوا مصر تعرضت لإيه في أزمنة كثيرة جدا وخرجت مرفوعة الرأس. وربما كما ذكرت معالي السيدة وزيرة الهجرة، على أن السنة المظلمة التي اجتازتها مصر منذ عدة سنوات، ما كانش حد يظن أن مصر يمكن أن تقوم مرة أخرى. ولكن هذه هي مصر، هذا هو تاريخ مصر المقدس. بلادنا تقدست، أرضنا تقدست، تاريخنا تقدس، جغرافية بلادنا كلها تقدست، وهذه حقيقة. ولذلك أنا أطالب وزارة التعليم أن تدخل مسار العائلة المقدسة في مناهجها، لأن هذا المسار هو فخر لكل مصري. إحنا عشنا العصور الفرعونية والعصور المسيحية والعصور الإسلامية، وعشنا هذه العصور كلها ونفتخر بها، ومن هذا تكونت حضارتنا العظيمة. الحضارة صاحبة طبقات
فيها الطبقة الفرعونية والمسيحية والإسلامية والأفريقية والبحر المتوسطية والحضارة، حضارة اللغة العربية والحضارة الرومانية اليونانية، كل هذه شكلت الحضارة التي قال عنها مؤرخين كثيرين أن الحضارة توجد تحت جلود المصريين. أود أن ألفت نظر حضراتكم إلى شيء مهم جدا باعتبارنا نجتمع في هذه البقعة الهامة المعادي وكنيسة السيدة العذراء بالمعادي. نحن نجلس بجوار نهر النيل العظيم، نهر النيل الذي يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر ويمتد في 10 دول إفريقية، وتنتهي بنا الدولة رقم 10، دولة المصب، مصر. هكذا وضعها الله، وهكذا شكلها، وهكذا صار النيل أمامنا يرسم اللوحة المصرية الرائعة. مصر كبلد شكلها على الخريطة يشبه المربع، 1000 كيلومتر في 1000 كيلومتر، مساحة بلادنا 1,000,000 كيلومتر مربع، ويوجد ضلعين من هذا المربع على المياه وضلعين على الصحراء، ويوجد في المنتصف نهر النيل. ونهر النيل هذا ليس مجرد نهر كأنهار العالم. ولا تنسوا أيها الأحباء أننا نطل على بحرين، البحر الأبيض المتوسط يسمونه بحر الأنهار، والبحر الأحمر هو بحر بلا أنهار. ودي عظمة. وزي ما كنت في مناسبة بزور بني سويف، فقامت سيدة فاضلة، هي الآن عضوة في مجلس النواب، وقالت إن بلادنا على النصية. دايما البيت اللي على النصية له أهمية، إحنا بلادنا في أفريقيا على النصية، وده أهمية، أو كما نقول أنها في قلب العالم. أرجع إلى نهر النيل الذي هو حياتنا، وكما قال عليه موسيقار الأجيال الموسيقار محمد عبد الوهاب، النهر الخالد، وهذا تعبير رائع. هذا النهر يا إخوتي نأخذ منه 5 بركات، وأرجو أن نفهمها تماما وأن نقدمها ونشرحها ونعيشها ونتكلم بيها. أول بركة بناخدها بركة المية، مية نهر النيل. المية بنشربها وبنستخدمها في الزراعة وفي الصناعة، الصناعات المتعددة، وبنحتاجها، وبنستخدم المية دهيت في العمل السياحي والمراكب اللي بتمشي فيه والنقل النهري، كل هذه أمور طيبة في المياه. الأمر الثاني أننا كمصريين نسكن حول النهر، فأخذنا من النهر طبيعته، ونهر النيل طبيعته هادئة. فطبيعة المصريين منذ العصور القديمة جدا هي طبيعة هادئة. مصر والمصريين ما يعرفوش العنف، مش في داخلهم، في شعوب أو قبائل في داخلها العنف أو سفك الدماء، وشعبنا المصري عبر تاريخه لا يعرف عنفا. وادرسوا التاريخ، سواء التاريخ القديم أو الحديث، المصريين في الأساس لا يعرفوا عنفا. فنحن نأخذ البركة الثانية من النهر، بركة الحياة اللطيفة، لأننا نسكن حول النهر. الأمر الثالث كما ذكرت في فيلم الفيديو، وهو فيلم رائع الحقيقة، وقدم لنا رحلة طيبة جدا في التاريخ. الأمر الثالث أننا نأخذ من النهر روح العبادة. نهر النيل زي ما أنتم شايفين كده بيمشي في أرض مصر من الجنوب من الصعيد ويصل إلى القاهرة وينقسم إلى فرعين. لما نبص عليه من الطيارة أو في الخريطة نلاقي كأن واحد رفع إيديه الاثنين بيصلي. فأخذنا من النهر روح العبادة. و جميعكم تعلمون أن قدماء المصريين كانوا يعبدون نهر النيل، الإله حابي. فكان النهر قدم لنا روح العبادة وروح الالتجاء إلى الله دائما.
هذا ليس حديثا ولكنه من العصور القديمة، روح العبادة. ولذا يقال عنا كمصريين أننا شعب متدين، متدين بطبيعته، بنحب الدين من أول الفراعنة للمسيحية للإسلام، حتى نجد أن الفرعونية والمسيحية والإسلام ذات طعم خاص في مصر، نأخذ منه روح العبادة، روح الالتجاء لله، روح أن احنا ما بنخافش أن إيد ربنا ويانا. ومرات كثيرة كنت أقول فيها أن الله عندما خلق العالم وضع كل بلاد العالم في يده إلا مصر، وضعها في قلبه، فصارت مصر مكنونة في يد الإله الحافظ له. البركة الرابعة أننا في مصر نعيش حوالين نهر النيل ونسكن على مساحة بسيطة من الأرض لا تتعدى 7%، فعايشين، متأسف في الكلمة اللي هقولها، ملزقين في بعض على النهر، وسايبين بقية البلد فاضية اللي هي الصحراء يعني. فوجودنا جنب بعض خالص من أيام الفراعنة، المسيحيين، الأقباط، المسلمين، كلنا جنب بعض. ومن هنا طلع عندنا أحد الأمثلة، ربما يكون مثل غريب، يقول إيه؟ يقول اللي نبات فيه نصبح فيه، ما إحنا زي بعض، ما فيش حاجة بتتغير، ده جاري وأنا جنبه وما فيش حاجة بتتغير، فصرنا بجوار بعض، فتربط في داخلنا ما نسميه باللغة المعاصرة الوحدة الوطنية، الناشونال يونيتي دهيت ليست بفعل إنسان ولكنها بفعل النهر الذي أوجده الله. فصار النهر هو وسيلة قوية جعلت فينا كمصريين شيئا ثمينا جدا اسمه الوحدة الوطنية. والوحدة الوطنية دي مش شعار ولا كلام سياسي أو دبلوماسي، لكن دي حياة معاشة نعيشها جميعا، ما تقدرش تفرق بين أي حد والتاني خالص. وعلى رأي بعض مؤرخين الاحتلال الإنجليزي لما قالوا لا يوجد فرق بين المسيحي والمسلم سوى أن ده بيدخل كنيسة وده بيدخل مسجد، فيش فرق تاني، الشوارع ماشيين فيها، الأماكن ساكنين فيها ويا بعض، المستشفيات، المدارس إلى آخره. فنأخذ من النهر روح الوحدة الوطنية. فالنهر ليس مجرد شريان للحياة كماء، ولكننا نأخذ منه هذه الروح القوية. ولذلك كما قلت الموسيقار محمد عبد الوهاب قال النهر الخالد، غناها في أغنية خالدة، خالد لأن وحدتنا الوطنية خالدة باقية دائمة قوية. أما الأمر الخامس الذي نأخذه من هذا النهر العظيم، نأخذ منه أيضا روح العائلة. إحنا كمصريين بنعيش بروح مش موجودة في بلاد كتيرة خالص، إن إحنا بنعيش ما يسمى بالفاميلي سبيريت، الروح العائلية الواحدة التي تضمنا، حس كلنا كده عيلة واحدة. حتى لما بيحصل كده خطر في طريق ولا حاجة تلاقي كل الناس جاية، اللي عايز يقدر يساعد، اللي يقدر يعمل حاجة، اللي هيقدر يخفف الأمر ده أو الحدث ده، روح العائلة. وروح العائلة ده مش موجود في بلاد كتيرة، احنا عشان عايشينه في مصر بنعتبره حاجة طبيعية، ده في بلاد كتيرة تجد فيها عرقيات كثيرة جدا، بلاد كتيرة، وتلاقي العرقيات ده هي مش وجنبنا، أنا مش عايز أسمي بلاد بعينها، لكن توجد بلاد كثيرة شعبها مش من جدر واحد، احنا شعبنا هنا من جدر واحد من أيام الفراعنة. ولذلك تربت فينا هذه الروح، روح العائلة، أننا ننتمي إلى أسرة كبيرة وعائلة كبيرة اسمها عائلة المصريين. وعائلة المصريين دي فيها 100 مليون، وأي واحد كبير هقابله كأنه والدي، وأي أم كبيرة كأنها والدتي،
وأي أخ وأي أخت وأي ابن وأي ابنة وهكذا. فتولدت فينا روح العائلة، نحن شعب نحب الروح دي، روح العيلة. وبالتالي الله عندما اختار أن تهرب العائلة المقدسة لتجد ملاذا ومكانا آمنا، اختاروا مصر أو اختارت مصر بصورة خاصة، لأنها عائلة صغيرة، العائلة المقدسة تأتي لكي ما تبارك العائلة الكبيرة اللي هي عائلة المصريين، عائلة وتيجي تباركها. ومن هنا يأتي الاهتمام الكبير بالمسار. المسار ليس وجهة دينية ولكنه وجهة قومية ووطنية. وزي ما قلت قبلاً، ننادي بأن يكون يوم واحد ده يوم عيد قومي في البلد لمصر كلها، وده شيء مهم للغاية حتى معنويا. والأمر الآخر أن مسار العائلة يجب أن يدرس في مناهج التعليم لكي ما يعرفه الجميع ويعيشه ويحافظ عليه. وزي ما أشار الدكتور خالد العناني بالأمس، إن المسار صحيح محطات، بس المحطات ده هي عايزة اهتمام بالغ. أحد هذه الاهتمامات البالغة الناس اللي ساكنة في المناطق دي، المصريين، يعني لازم يشعر بأهمية هذا المسار، ويشعر بأهمية النقطة اللي هو موجود فيها وحارس عليها، وإنها منطقة أثرية تعود إلى القرون الأولى. هذه هي مصر، الدولة المصرية التي اختصها الله بهذا المسار العظيم لكي ما يكون بركة ونعمة وغنى لنا كمصريين ولنا كشعب، ويكون لنا أيضا عنصر تميز وامتياز نقدم به مصر وتاريخها العظيم نقدمه لكل العالم. أنا أكرر شكري لحضوركم ومشاركتكم ولكل الهيئات التي شاركت في هذا الحدث الجميل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. عادة لما بنتكلم عن السياح بيكون في دماغنا ضيوفنا الأجانب، لكن احتفالنا النهاردة بيوضح قد إيه كمان في اهتمام بالسياحة لينا إحنا كمصريين، كل المصريين بدون تمييز في الدين أو اللون أو العرق. ومش بس المصريين اللي موجودين جوه مصر، ولكن كمان المصريين الموجودين بره مصر واللي حابين بلدهم زينا. معانا النهارده مثل مشرف، مشرف لكل مصري وبالذات لكل بنت وسيده مصريه ناجحه. هم سفراءنا في الخارج، سفراءنا بمستواهم الفني والموسيقي العالمي، والواضح في كل لحن عالمي او مصري بيعزفوه. اسمحوا لي أقدم لكم الأختين أيوب، أو زي ما هم معروفين باسم أيوب سيسترز، سارة ولورا أيوب. مساء الخير، احنا الأيوب سيسترز، واحنا بنرحب بيكم، واحنا مبسوطين وفرحانين جدا احنا هنا بنحتفل العيد معكم. احنا اتولدنا برا مصر في اسكتلندا، بس بابا وماما من القاهرة، واحنا بنموت في مصر، ومصر بجد ام الدنيا
بالنسبة لنا. إحنا هنقدم بقى بروجرام مزيكا، مزيكا من مصر، ألحان من الكنيسة ومزيكا كلاسيكي. بس إحنا نبتدي بأغنية كانت جديدة علينا بس حبيتنا جدا جدا وأتمنى تعجبكم، إسلام يا مصر. شكرا. Thank you.
الخير. قبل ما نلعب آخر أغنية كنت عايزة أشكركم كلكم. النهاردة يحصل مارتريا فاونديشن على الأزومة. عايزة أقول لكم إن آخر حفلة أفنى قدام ناس حقيقي كان من سنة وكان هنا في مصر، كان في فبراير 2020. ونهاردة أول مرة من ساعتها نعزف حفلة قدام ناس، فإحنا مبسوطين جداً جداً، ومفيش أحلى أغنية نخلص الحفلة. Thank you.
أرجو أننا نكون نقلكم فتحتنا بمصر وببركة ربنا لأرض ونيل وشعب مصر. وما فيش أفضل من أن ننهي قرارات احتفالنا اليوم بالسلام الوطني، ولكن من عزف أيوب سيسترز. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل مصر وكل شعب مصر بكل الخير والفرح والسلام. شكراً. Thank you.